ضيف الموضوع ده. لا لا لا، اوعى تخبط، دول اهل الطالع والمستخبي، تروح في 60 داهيه. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح؟ ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي، خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه، سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاري واسع قدامك. انا حمار؟ طيب واجب، لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنبك. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب. بابا ما كترش في كلامك، افتحي الجاكيته. ما تغلطش فيه، خليك بعيد. ما كترش في الكلام، خليك بعيد عشان الجاكيته ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن؟ انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتدي لك على تيمور. تيمور معايا انا؟ لا كان معايا واحد قصير بس تعرف راح فين. كابي يا بابا. بابا انت تيمور؟ انا للاسم تيمور. يا بابا اخبار الخلانوسة ايه؟ من السفرة، بس انا اعرف انها في اسكندرية وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عامله ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 مره 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 مره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضرب ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي بيني وبينك. بابا بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف هتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده، اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا.
هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي 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 ده بركه البيت. ازاي ما ايه يا بابا عيني يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش تحرقني يا حبيبي ما رضيتيش علينا يا هارب. ربك كريم هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. أوامرك يا سيدي. ده حصان حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكلية؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجة حاجة بسيطة حاجة بسيطة. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت الحمد لله. ايه مش ملاحظة حاجة عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجة؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدلة دي؟ ايه؟ ايه البدلة دي؟ بدلة؟ لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة دي. منور يا عم. الله يخليك انت منورة ما شاء الله قمر بدري منور. بس دول استر من العين. يا عم احنا طبق فول ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمش في حياتك ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال جابانا انا وابويا ترش علينا ملح شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما بيتنا جنين احنا قاعد علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقى لنا ساعه بالليل مش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا قوي. شو الجبنه دي من زمان؟ هو الحاج جوده ده سهل ده بالحجز يا ابني انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه فاعزم نقول امها هنا؟ امها لا نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي انت هتكسفني. والله انت متكلف بتكسفني. طب دي اطرى من اللي معاك. امسك بس. همي يا قدامي يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا. ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني انت اكلت لوحدك؟ ما انا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي اتفضل. يوعى اتفضل. فودة فودة ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هاتلي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها. يا عم بنهزر.